السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنستكمل كلامنا في موضوع الدراسة في ألمانيا، والنهاردة هنتكلم عن شروط الدراسة. أول حاجة من الشروط دي فتح حساب بنكي مغلق في ألمانيا وبيكون قيمته 8700 يورو. في شرط تاني وهو وجود ضامن يضمنك ويتحمل تكليف معيشتك. طيب الفلوس اللي في الحساب البنكي دي بتاعت مين؟ طبعا الفلوس دي بتاعتك انت، وهتسحب منهم زي ما انت عايز خالص، بس بشرط انك ما تسحبش في الشهر الواحد اكتر من 735 يورو. عايز تصرف اصرف منهم براحتك، بس ما تنساش ان انت ما تتعداش ال 735 يورو. طيب الشرط التاني من شروط الدراسة غير الحساب البنكي هي ان اللغة، لو دراستك في الجامعة هتكون بالالماني لازم يكون معاك مستوى B2 او بيز فاي، انما لو هتدرس التخصص بتاعك بالانجليزي يبقى لازم يكون معاك الايلتس. تالت شرط من شروط الدراسة هو انك لازم تاخد قبول من جامعة في المانيا انها موافقة انك تروح تدرس عندهم. طيب في نوعين من القبول، قبول نهائي وقبول مشروط. القبول النهائي دوت معروف ان انت خلاص استوفيت كل الشروط والحاجات اللي هم كانوا محتاجينها في الجامعة. انما بقى ايه هو القبول المشروط؟ القبول المشروط مثلا ان انت معاك A1 اللي هو المستوى الاول في الالماني، لكن ان الدراسة زي ما قلنا لازم يكون معاك B2 او بيز باي. فازاي هي الجامعة تقبلك في الحالة دي؟ اسمه قبول مشروط، ان هم يقبلوك وتروح عندهم تكمل اللغة الاول قبل ما تدرس تخصصك. هتفضل تدرس اللغة لحد ما توصل للبي 2 او البيز فاي، وبعد كده تدخل التخصص بتاعك وتستكمل دراستك عادي خالص. ايه اشهر الجامعات اللي بتدي قبول مشروط؟ عندنا جامعة اخن، وجامعة ماينز، وجامعة هانوفر، وجامعة دورتموند، وجامعة هايدلبرغ. طيب ازاي ادرس هناك واخد الفيزا ازاي عشان اسافر؟ طبعا انت خلاص اتعلمت اللغة سواء الماني او خدت ايلتس. بعد كده هنعمل ايه؟ احدد التخصص اللي انت عايز تروح تدرسه هناك. بعد كده بتشوف التخصص بتاعك ده موجود في انهي جامعة من الجامعات وانهي مدينة من المدن الالمانية. بتدخل على مواقع الجامعات الالكترونية اللي انت لقيت فيها التخصص بتاعك وتشوف ايه شروطهم للدراسة. طبعا لو الشروط اللي عندهم دي تنطبق عليك بتاخد الايميل بتاعهم من الموقع وبترسلهم وبتقول لهم انك عايز ايميل، عايز يعني قبول جامعة عشان تجيب فيزا من السفارة وتروح تدرس عندهم. طبعا لو الجامعة ردت عليك بالموافقة بتشوف الاجراءات، بتتابع معاهم وبعدين عشان يبعتولك القبول الجامعي. خلاص انت حصلت على القبول الجامعي، بتبدأ اجراءات فتح حساب المغلق في المانيا. عشان تفتح الحساب المغلق بيكون في عندك بنوك في المانيا. من البنوك دي مثلا عندك اشهر حاجة شبار كاسا ودويتش بانك، هكتب لكم اسمائهم في صندوق الوصف. طبعا بعد ما تفتح الحساب وبتحول الفلوس للحساب دوت، بعد اسبوع بيجي لك تأكيد ان خلاص الحساب بتاعك اتفتح. طيب تمام، احنا لحد دلوقتي معانا اللغة ومعانا القبول الجامعي وعملنا الحساب البنكي المغلق. نعمل ايه بعد كده؟ نروح على موقع السفارة الالمانية وبنحمل ابليكيشن بتاع الفيزا وبيكون معاه اقرار امني. انت بتحملهم وبتشوف ايه المطلوب فيهم وبتمضيهم، وبتشوف برضو على الموقع متطلبات الفيزا، ايه الاوراق المطلوبة، كل شيء مطلوب انت بتحاول تجهزه، وبتكون واخد ميعاد بتحدد ميعاد مع السفارة، تتصل بيهم بتحجز ميعاد وبتسلم لهم كل الاوراق المطلوبة ديت في المقابلة وبتعمل معهم انترفيو. طبعا احنا كده اتكلمنا عن ان احنا خطوات الحساب البنكي وكل ده. احنا قلنا في الاول من الشروط يا اما حساب بنكي مغلق يا اما ان حد يضمنك. انا مش معايا فلوس ان انا اعمل الحساب البنكي بالمبلغ الكبير دوت. الشرط التاني يعني الحد التاني اللي ممكن يساعدني هو وجود الضامن. الضامن ده بيكون ليه شروط، وهو ان يكون معاه اقامة وعايش في المانيا، سواء بقى
مصري ألماني أي شيء أيا كانت جنسيته، المهم إنه يكون معاه إقامة وعايش في ألمانيا. الضامن ده بيعمل إيه؟ بيروح لمكتب الأجانب في المدينة اللي هو عايش فيها وبيطلب منهم ورقة، وبيقول يعني يقول لهم إن هو بيعفيهم من المسؤولية بتاعت الطالب اللي هيجي ده، وبيقول لهم إن هو هيتحمل المسؤولية كاملة. خلاص هم بيعملوا له الورقة ديت وتمام. الضامن اللي ضمنك بيبعت لك بقى الورقة دي بالبريد. هكتب لكم برضو في صندوق الوصف اسم الورقة دي ايه بالألماني. كل ده تم. بعد كده مكتب الأجانب هو اللي بيحدد هيقبل الشخص ده ان هو يكون ضامن ولا لا، على حسب شوية حاجات، وهي مثلا مرتبه وشغله، هل هو ضمن حد تاني قبل كده ولا لا. طبعا السفارة كانت من زمان بتشترط ان الضامن ده لازم يكون جنسيته مصري يعني، بس الشرط ده اتغير خلاص. طيب نفترض ان مش معايا فلوس للحساب البنكي ولا معايا ضامن في ألمانيا، هنعمل ايه؟ ان شاء الله ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي. استنونا، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. اتمنى طبعا ان الموضوع بتاع النهاردة يكون عجبكم ويكون استفدتوا منه. اي اسئلة حابينها اكتبوها في الكومنتات، واتمنى ارائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.